كي تصبح السياحة في بلادنا من روافد الاقتصاد الوطني، يجب أن نعرف المقومات السياحية الجزائرية، ونعرف أيضا مختلف الثقافات الموجودة في ولايات الوطن، وننمي كذلك الثقافة السياحية لدى المواطن الجزائري. وهذا بالضبط ما تسعى إليه جريدة السياحي. جريدة السياحي تدخل أعماق الجزائر لتنقل في نسختها الورقية والإلكترونية الصورة الأمثل عن الأماكن السياحية والثقافات الجزائرية. جريدة السياحي تسعى لتعزز مكانة الجزائر في الخارطة السياحية العالمية. جريدة السياحة الأولى في الجزائر.